اولا انت على اخي بالنسبه لهذا الموضوع هذا سبق لي وحضرت المتابعين ديالي 3 شهور هذه، بحيث انهم كانوا تواصلوا معنا عن طريق انستغرام، كانوا بزاف ديال الناس اللي كانوا تطلبوا منا مدى مصداقيه هذه الشركه هذه. في اطار المراجعه ديالنا لهذا الموقع هذا وكذلك طريقه الاشتغال، خرجنا بخلاصه ان هذا الموقع لن يعدو ان يكون الا نصب واحتيال. وفعلا انه بعد 3 شهور من اننا نشرنا التحذير هذا من هذه الشركه، للاسف الشديد يعني اتذكر انه عندما نشرنا التحذير مجموعه من الاخوان والاخوات اتهموني بانني ما كنعرف والو، انني اقحم نفسي فيما لا اعرف. وهذه المساله ماشي جديده، لانه كلما راجعنا شي حاجه او لا اعطينا النصيحه بخصوص شي حاجه الا وكيكون هناك واحد الفريق اللي كيهاجمني. وللأسف الشديد أنه ما كنا نتوقعه هو اللي وقع. للأسف الشديد كنت أتمنى أنه يكون أنا المخطئ، خصوصا أنني كاينين بزاف ديال الناس اللي انفيستاو بزاف ديال الفلوس. أنا شفت بعض التقاليق اللي الناس حطوا 15 مليون، كان قال لك اللي باع دارو كل واحد باش انفيستا. وللأسف الشديد كنسمعوا أن هاد الشركة هذه كتوقف الموقع ديالها أو توقع شبكة التواصل الاجتماعي ديالها، وهذا الشيء للأسف الشديد كان متوقعا. نسبة الناس غتكون كبيرة، أنا ما عنديش الرقم، ولكن نسبة الناس اللي غتكون تصبط عليهم كثير. علاش؟ لأنه مثلا غير ملي كتشوف الفيديوهات في يوتيوب كتلقى أنه كاين واحد نسب مشاهدة عالية. غير بالنسبة ملي وقع هذا المشكل هذا، بزاف الناس صيفطوا لنا حاليا حنا في انستغرام وكيقول لنا خويا أمين داك الشيء اللي قلتي راه فري، راه نصبوا علينا، راه وقع علينا. فللأسف يؤسفنا أننا نسمعوا هذا الشيء. وكل شركة صراحة وكي كتشتغل، لأنه دابا إلا جينا نعطيو واحد المثال معين ديال النصب والاحتيال على الإنترنت راه ميمكنش نحبسو. نعطيك غير مثال، كاين واحد الشركه اللي كتقول لك اودي، واللي حتى هي كنا حضرنا منهم في الاعلان صبات على الناس، اللي كتقول لك تشري الارض فيرتويال وكتشري ارض وكتشري البودور وما داكشي. انا صراحه كنحذر الناس انهم اي مشروع خصو يكون عنده واحد الدراسه ويكون مشروع اللي هو منطقي. اللي كتولي يغيب المنطق راه زعما تبارك الله بارك الناس راه بعقلهم. بحال مثلا واحد كيقول لك تنشري انا الارض في الخيال نشري البودور وكنجني الطيمار وكل هذا، كلام فارغ هذا لا يقبله عقل. وطبعا الحال كاين شركات اللي كما قلت لك كل شركه والكونسيبت ديالها، كاين اللي كيشتغلوا عن طريق التوزيع الهرمي. فبطبيعه الحال انا اللي كنصح الناس انه قبل ما يحط فلوس صحيحه في اي مشروع يمشي يدير ليه دراسه، لانه اي مشروع تقبل الدراسه ويتاكد من هذيك الشركه، ويتاكد من الموقع ديال هذيك الشركه، ويتاكد من الناس اللي واقفين على هذيك الشركه، ويتاكد من المشروع اللي هو بغي انفيستي فيه. وبطبيعه الحال ما كانش عنده الدرايه الكافيه بهذا المجال هذا، راه كاينين المستشارين اللي ممكن انه يتواصل معهم، اللي يقدروا انهم يكونوا يعني فيتنوا في الخبره وفي الحنكه، اللي يقدروا انهم يعطيو النصيحه. لا ماشي قانونيه، لانه بطبيعه الحال ملي كنهضروا على واحد الشركه خاص غتزاول في واحد المجال معين تيخصو يكونوا عندها دي سيرتيفيكا. دابا هما مثلا كيجي تيقول لك هذه شركه امريكيه، يقدر سيدي تكون هي في امريكا النشاط اللي كتقوم به قانوني، ولكن في المغرب نشاط غير قانوني، ما عندهاش واحد التصريح، ما عندهاش واحد السيرتيفيكا باش انها تنشط في المغرب. وبطبيعه الحال هاد الشركات تيحاولوا انهم يروجوا بدي سيرتيفيكا اللي غالبا بعض المرات يكونوا بعدا جايبينهم غير من شي دول اللي هما ضعاف، اللي ممكن انهم يعطيو السيرتيفيكا لاي واحد. فلهذا خصنا ننتبهوا لهاد المساله هذه. هو شوف، هو اي مغربي من حقه انه يطمح انه يغير حياته، هذا حق للجميع. كنا كنطمعوا انك تطمع دير الفلوس وانك تنجح في حياتك، هذا من حقك، هذا الطمع ايجابي، هذا خصك تكون طمع. ولكن ما خصناش ثاني يقضي علينا الكذاب. يعني انا ملي كنطمع انني نحسن حياتي، خصك تعرف ان المجال ديال العمل على الانترنت هو كيحتاج مهارات وكيحتاج يعني معارف. فما يمكنش لك انك تدخل لواحد المجال فقط تحط فلوسك وداك الشيء غيبدا يتكاثر راسو، لان حنا هنا ماشي مختبر كنصنعوا الميكروبات، الميكروبات هما اللي كيتكاثروا راسهم. هنا خويا خصك تخدم باش تدخل الفلوس. باش متفقين يعني. اما الناس اللي كتمشي بواحد الفكره كيسمعوا العمل على الانترنت وكيشوفوا بعض الامثله ديال الناس اللي هما ناجحين وكيعتقدوا ان هناك واحد الوصفه سحريه انه راه عارفين شي موقع، لا هذا انا نصيحتي لهاد الناس يغيروا هذا التفكير هذا، لانه هذا التفكير راه ما تيؤدي بهم الى انه يتنصب عليهم في الاخير. مجال على العمل على الانترنت هو مجال يحتاج الى دراسه، يحتاج الى تكوين مهارات او لاكتساب مهارات، من بعد ديك الساعه بغيتي تشتغل بشي حاجه ممكن. اما هذه المساله ديال انك
يعني تشترك في شي موقع او لا في شي تطبيق ورا هذاك التطبيق غادي يبدا يولد لك الفلوس. هذه راه هذه الفكره راه اكل عليها الدهر وشارب وما بقاتش كاينه هذه الفكره هذه مستهلكه. بالنسبه نصيحتي للناس اللي كيبغيو انهم ينفيستيو في شي مواقع ولا هذا كما قلت انهم يحاولوا انهم يعرفوا شكون هما ممارين هذاك المشروع, يعرفوا الموقع, يشوفوا الموقع بعدا كيدير, يشوفوا البروجي كيدير هادو ويشوفوا لي سيختي لي سيرتيفيكال اللي عند هادوك الناس. الا ما كانوا الا ما شافوش هاد هاد المسائل هادو او لا ما قدوش, لانه دابا المشكله هو ان الناس كاين اللي غير سيت راه ما يعرفش واش هذا سيت بروفيسيونيل ولا ماشي بروفيسيون. يعني بحال مثلا الموقع اللي كان عند هاد الشركه هادي اللي كنهضروا عليها اليوم راه موقع ديال الهوات راه لا علاقه, ولكن الناس ما تيعرفوش يقيموا هادشي. اقول الا كانوا الناس مع ذلك ما عندهمش مهارات باش انهم يقدروا يفرقوا ما بين مواقع صادقه ومواقع كاذبه او من المشاريع, راه ممكن انهم يتواصلوا. راه كاينين خبراء دابا على الانترنت اللي كيشتغلوا في المجال اما الاونلاين هذا وتيقدموا استشارات اللي ممكن انهم يتواصلوا معاهم وهما راه غادي يقولوا لهم مشكل. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.